المجلس الانتقالي بالسودان ينفي انشقاق القوات الأمنية ويؤكد تمسكها بالانتقال الديمقراطي. اليمن يدعو المنظمات الدولية والإقليمية للتدخل وإنقاذ المتضررين من السيول في عدن. وزير خارجية ألمانيا يعلن قبل زيارته لإيران رفض أوروبا لبرنامج طهران الصاروخي. الثالثة صباحا الواحدة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم. نفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان الأنباء المتداولة حول حدوث انشقاقات في صفوف القوات الأمنية. وفي مؤتمر صحفي بالخرطوم قال الرئيس اللجنة الأمنية الفريق أول جمال عمر إن المجلس متمسك بتحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها تحقيق الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى إدانة المجلس للسلوك الإجرامي تجاه القوى الأمنية بالبلاد والذي تغطيه بعض القوى السياسية، محملا قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن أحداث إغلاق الطرق، معتبرها جريمة مكتملة الأركان. وجه الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي الحكومة اليمنية بتخصيص موازنة طارئة لمواجهة تداعيات السيول اجتاحت العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن وعدا من المحافظات المجاورة جراء منخفض جوي. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية، فقد وجه الرئيس هادي خلال اتصال أجراه بمحافظ عدن بإيواء النازحين ومعالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. وقال مصدر حكومي يمني أن السيول تسببت في وفاة 3 أشخاص على الأقل وفقدان آخرين. استعاد الجيش السوري سيطرته على تل ملح في ريف حماة، كما يتابع تقدمه في عدة محاور. كان الجيش السوري قد وسع نطاق عملياته على تحصينات وخطوط إمداد التنظيمات الإرهابية في مناطق بريف إدلب وحماة، ما أسفر عن تجميد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعدد. قدم سفير الولايات المتحدة الجديد في العراق ماثيو تويلر أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية، وذلك بعدما سحبت واشنطن موظفيها غير الأساسيين من العراق بسبب التوتر مع إيران. وشدد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم خلال تسلمه أوراق اعتماد السفير الجديد على أن بغداد تعهدت بضمان جميع الشروط اللازمة لنجاح مهمته، وتعتبر واشنطن أن الجماعات العراقية المسلحة والقريبة من إيران تشكل تهديدا لأفرادها. أكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ضرورة أن يشمل الاتفاق النووي مع إيران وقف دعمها للإرهاب وبرامج الصواريخ الفلسطينية. وخلال استقباله لنظيره الألماني هايكو ماس قال بن زايد إن دول المنطقة يجب أن تكون طرفا في الاتفاق مع إيران. من جانبه أشار ماس إلى أنه سيبلغ إيران خلال زيارته له اليوم برفض الاتحاد الأوروبي لبرامجها الصاروخية، لافتا إلى أن بلاده تعمل على تخفيف التوترات في المنطقة ولا تريد أن يؤدي الأمر إلى تصعيد عسكري. برأت محكمة تركية إرهابيا أتهم مرتين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بحجة أن ما كان يقوم به من دعاية للتنظيم الإرهابي يندرج تحت أطار حرية التعبير. وقال مركز نوردك مونيتور للرصد التطرفي والإرهاب والجريمة إن المتهم الذي يقيم في شرقي تركيا كان جزءا من خلية إرهابية، وذلك لمساعدة العديد من الأتراك على الانضمام إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق. انتهى الموجز الإخباري. المزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري xnews.tv. إلى اللقاء.